بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بجميع الحضور، أرحب بكم جميعا، وأعبر عن سروري وافتخاري بأن أكون اليوم مع صقور الجو، أبطال قواتنا الجوية من ضباط وجنود شجعان. لا يمكن أن نروي قصص الانتصار على عصابات داعش دون بطولات صقور الجو، أبطالنا في قواتنا الجوية. وعلي يجب أن نستذكر وندون هذه التجربة، ندونها لكي نبني عليها الكثير. أهمية التدوين، أن نقف عند النقاط المشرقة واللحظات المشرقة عن هذه التجربة، وكذلك في نفس الوقت نشخص مكان من الخلل حتى نبني عليها وأن لا تتكرر. اليوم تشهد قواتنا الجوية البطلة تطورا هائلا بقدراتها، وهي قادرة اليوم على حماية مدننا وقرانا، وتعمل يوميا على دك عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق العراق. ميزة هذه القوة إنها قوة ليس عسكرية فقط، وإنما قوة تحمل رسالة إنسانية ووطنية وذات انتماء وطني عراقي، وتعكس هوية العراقيين المحبين للسلام وللخير والعطاء والتضحية. هذه الحكومة بالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية كانت واحدة من أولوياتها هو دعم قواتنا وإعادة بناها على أساس الولاء للعراق العظيم، الولاء للمؤسسة، والولاء لخدمة المواطنين. أقول وبكل صراحة إن المشهد الأمني غير قابل للتجزئة وغير قابل إلى التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق وبكل صنوفها. لا يمكن أن يستقر البلد أمنيا دون أن نوفر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها. الجيش العراقي البطل، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الباشمركة، وكل الأجهزة الأمنية نحتاج نوفر لها الدعم لكي تقوم بمهمتها في حماية العراقيين. علينا أن نعمل وبكل قوة ونتغلب على الصعاب، أكرر نتغلب على الصعاب لكي نعبر هذه المرحلة الحساسة. هذا كان منهج هذه الحكومة، وهذه عقيدتنا بالعمل بالولاء إلى العراق وإلى الوطن والمؤسسة العسكرية. على بركة الله اليوم تشكلون السرب الأول من طائرات T-50. توكل على الله، كلنا أمل بصقور الجو. عشتم وعاش جيش العراق البطل وعاشت كل مؤسساتنا العسكرية والأمنية. عشتم وعاش العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.